ومن أحسن ما ألف في هذا الباب ما جمعه محدث العصر الإمام العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المشهود لهم بحسن الصنعة والإدراك الكبير للعلل وفقه الحديث وفهمه، فهو جمع بين الرواية والدراية بحق، وحاسدوه لم يبلغوا عشر معشاره لا في الحديث ولا في الفهم ولا في الاستنباط، لكن علم الرجل يشهد له بفضله، فما من مكتبة اليوم إلا ومصلفات الألباني فيها. على كل حال، هذا الكتاب هدى الله به خلقا إلى السنة، هذا الكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هدى الله به خلقا إلى السنة. رأيت رجل من أقاصي الجبال، جبال الهندكوش من طرف الشمال الغربي لباكستان من حدود الصين، فسألته عن سبب هدايته للسنة، قال: وقع في يدي كتاب صفة الصلاة، فلما قرأت مقدمته علمت أن التقليد الجامد مذموم، علمت أن التقليد الجامد مذموم.